السلام عليكم. تمكنت بعثة جيولوجية إسبانية بريطانية في العام 2017 خلال قيامها بأعمال مسح جيولوجي لأعماق السواحل الجنوبية للمغرب من اكتشاف جبل بركاني كان نشطاً قبل أزيد من 119 مليون عام على عمق 1000 متر تحت سطح البحر. وأفادت نتائج ذاك المسح الجيولوجي بأن هذا الجبل يوجد في موقع السرطان على بعد أقل من 100 كيلومتر عن سواحل المغرب الجنوبية في المحيط الأطلسي، ويعتقد أنه ينتمي إلى سلسلة جبال بركانية كانت تضمها جزيرة غطتها المياه في الأزمنة الجيولوجية السابقة. وحسب دراسة معمقة أجراها معهد علوم المحيطات والمعهد الهيدروغرافي للبحرية الإسبانيان، فإن هذا الجبل يسمى تروبيك ويحتوي على معادن نفيسة مثل الكوبالت والتلوريوم، مستعملة في صناعات إلكترونية معقدة وفي صناعة الألواح الشمسية. وقدرت الدراسة مخزون جبل تروبيك من التلوريوم بنحو 10% من الاحتياطي العالمي، فيما أكدت نفس الدراسات أن مخزون الكوبالت وحده يكفي لصناعة 270 مليون سيارة كهربائية، أي ما يشكل 54 ضعفاً من مجموع ما يتوافر لدول العالم مجتمعة من هذه السيارات في يومنا الحالي. ويضم أيضاً معادن نفيسة أخرى مثل الباريوم والفناديوم والنيكل والرصاص، وكلها معادن أسالت لعاب إسبانيا وحفزتها كقوة استعمارية سابقاً على الاستمرار في تعطيل أي حل سياسي لنزاع الصحراء وتأكيد سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. وظهر ذلك جلياً في موقف مدريد الباهت من اعتراف إدارة الرئيس الأمريكي السابق بمغربية الصحراء الذي أعلنه قبل نهاية ولايته الرئاسية بأيام قليلة، تحديداً في العاشر من دجنبر 2020. فبعد 10 أيام فقط من الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، شنت حكومة مدريد بتنسيق مع ألمانيا القلقة على مستقبل مصانع المرسيدس هجوماً عنيفاً في مجلس الأمن ضد قرار دونالد ترامب، وناشدت خلفه جو بايدن سحب قرار الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء. ولم تقف حكومة مدريد عند هذا الحد، بل سارعت إلى استعراض القوة عبر إرسالها طائرات حربية إلى مستعمرتها بجزر الكناري المتاخمة للسواحل المغربية الجنوبية. العارفون بخبايا النيات الإسبانية جزموا وقتها أن المناكفة الإسبانية للمغرب بعد اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء لم تأتي من أجل سواد عيون جبهة البوليساريو التي تعارض بسط المغرب لسيادته على إقليم الساقية الحمراء ووادي الذهب منذ العام 1975، ولكن من أجل إطالة أمد الصراع في المنطقة وابتزاز المغرب وكسب تنازله عن الكنز المخفي وعن سيادته على مياهه الإقليمية. وغير خاف أن تأخر التوصل إلى حل سياسي لنزاع الصحراء المغربية يصب دائماً في مصلحة مدريد التي تتوقع أن يستمر المغرب في مسلسل استكمال الوحدة السيادية والمطالبة باستعادة سبتة ومليليا في أقصى شمال المملكة. ولا يبدو أن هذه الحقيقة تغيب عن حسابات مهندسي السياسة المغربية الذين يتحركون فوق لوحة الشطرنج بحرفية وبدهاء وندية. الحركة الأولى على لوحة الشطرنج. بداية من العام 2019 شرع المغرب في ترميم ترسانته القانونية واستصدار تشريعات تكرس سيادته الكاملة على الصحراء لتوائم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعروفة باسم اتفاقية مونتيغو باي التي وقعت عليها الحكومة المغربية في العام 2007. وصدق البرلمان المغربي في يناير عام 2020 على قانونين يوسعان نفوذ المملكة القانونية لتشمل المجال البحري في الصحراء وإحداث منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية. بكلمات أخرى، أصبح المغرب يبسط ولايته القانونية على 22 كيلومتر من المياه الإقليمية و370 كيلومتر من المنطقة الاقتصادية على طول الساحل المجاور للصحراء المغربية،
وهو ما مكن من تمديد الجرف القاري ب 350 ميلاً بحرياً، أي ما يعادل 648 كيلومتر. وهذه الوضعية الجديدة جعلت الحدود المائية المغربية قريبة من الحدود البحرية لجزر الكناري المستعمرة من قبل إسبانيا، وأقرب إلى جبل تروبيك الواقع في المنطقة المائية المغربية. ومنذ ذلك الحين تسعى الحكومة الإسبانية جاهدة للتشكيك في شرعية إقدام المغرب على ترسيم حدوده، كما تحاول مدريد تحت ضغط التحالف اليميني في جزر الكناري إلى تدويل النزاع. أما الحكومة المغربية فترى من جانبها أن ترسيم المغرب لحدوده البحرية يعد مسألة داخلية وعملاً سيادياً يستند في مضمونه إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ومن هذا المنطلق ينتهج المغرب في الآونة الأخيرة دبلوماسية متشددة حيال هذا الملف. وفي السياق ذاته سارع المغرب أيضاً إلى اقتناء سفينة علمية من اليابان تشكل مختبراً عائماً مجهزاً بأحدث الوسائل التكنولوجية وبتقنيات قياس المحيطات وسبر أعماقها، ويتوقع أن تباشر السفينة الحسين المراكش مهامها في الأسابيع المقبلة. على صعيد متصل، عزز المغرب تعاونه العسكري الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، ونظم البلدان في مارس 2021 مناورات عسكرية مشتركة غير مسبوقة في السواحل الجنوبية للمغرب بمشاركة البحرية الأمريكية وسلاح الجو والبحرية المغربية. وركزت تلك المناورات في جانب منها على مراقبة الغواصات التي تعبر المنطقة بالقرب من جبل طارق، وكانت تلك إشارة قوية من واشنطن إلى مدريد بوجود مصالح حيوية أمريكية في المنطقة ينبغي مراعاتها. جبل تروبيك في أعين الكبار. إذا كانت حسابات المصالح الاستراتيجية هي ما يغذي الأزمة المغربية الإسبانية حول كنز تروبيك، فإن الرهان على المصلحة الاستراتيجية أيضاً هو ما يجعل الولايات المتحدة تسابق الزمن لتكريس وجودها هناك بهدف الحصول على الحصة الكبرى من معادن جبل تروبيك خدمة لأهدافها الصناعية والتجارية المستقبلية. وتتابع واشنطن عن كثب التنسيق الصيني الروسي للحصول على حصتيهما من الكنز المخفي، فالبراغماتية الصينية فتحت شهية دول المغرب العربي التي باتت شريكة في مشروع طريق الحرير الصيني، ما جعل الصين تتبوأ مركز ثالث شريك تجاري للمغرب بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وتتابع واشنطن عن كثب التنسيق الصيني الروسي للحصول على حصتيهما من الكنز المخفي، فالبراغماتية الصينية فتحت شهية دول المغرب العربي التي باتت شريكة في مشروع طريق الحرير الصيني، ما جعل الصين تتبوأ مركز ثالث شريك تجاري للمغرب بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وتقوم المعادلة الصينية في شراكتها مع المغرب على الاستفادة من موقعه الجغرافي القريب من أوروبا لتصدير سلعها انطلاقاً من ميناء طنجة المتوسط نحو أوروبا وإفريقيا، مروراً عبر موانئ شبه الجزيرة الإيبيرية وعبر السواحل الجنوبية المغربية وصولاً إلى موريتانيا وإلى خليج غينيا. غير أن أصواتاً غربية تحديداً بدأت ترتفع للتعبير عن القلق من هذا الامتداد الصيني، ولسان حالها يقول ما كل ما يبرق ذهب، إذ يحذر الواقعيون الجدد من مغبة أن يتحول التعاون الاستراتيجي الصيني مع دول المنطقة المغاربية إلى وجود عسكري صيني عند بوابة القارة الإفريقية وعند الحدود الجنوبية لأوروبا، وهو ما لن يقبل به حلف شمال الأطلسي الذي يخشى من تكرار سابقة حصلت إبان عهد الحرب الباردة، حين وجد الناتو نفسه وجهاً لوجه مع إمكانية نشوب حرب نووية في مصر عام 1956 وفي كوبا عام 1962. ولا يبدو بالنسبة إلى المغرب وفي الظرف الراهن وجود توجس مغربي في علاقاته مع الصين أو روسيا وبقية الدول المهتمة باستخراج معادن جبل تروبيك، ذلك أن الحكومة المغربية وافقت في أكتوبر من عام 2020
على مشروع مرسوم يتعلق بالإجراءات الخاصة بمنح تراخيص البحث العلمي في المياه الخاضعة للسيادة المغربية. وقد عبرت دول أعضاء في نادي الكبار كبريطانيا وألمانيا وفرنسا والهند والصين وروسيا وكوريا الجنوبية وتركيا عن اهتمامها بثروات جبل تروبيك، وتسعى جاهدة للحصول على تراخيص الاستغلال المشترك، وإن كان بعض هذه الدول شكك في البداية في أحقية المغرب في بسط نفوذه على منطقة الكنز المخفي. ورغم التشدد الذي تبديه الدبلوماسية المغربية حيال مبدأ التنازل عن شبر من حدودها البرية والبحرية والجوية، فإنها لا تخفي رغبتها في حل أزمة السيادة على جبل تروبيك مع إسبانيا دبلوماسياً، وقد يتوصل البلدان إلى صيغة تفاهمات مشتركة، خصوصاً بعد القرار التاريخي للحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز القاضية بدعم مقترح المغرب للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية، وهو اعتراف صريح بمغربية الصحراء. جاءت هذه الخطوة المفاجئة بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء سنة 2020. ويرى مراقبون أن هذا الاعتراف الذي أثار حفيظة الحكومة والطبقة السياسية الإسبانية آنذاك هو الذي دفع برئيس الحكومة الإسبانية بالنزول سريعاً من قطار الدول المعادية للوحدة الترابية للمملكة والإسراع في تطبيع العلاقات مع المغرب ومساندة مقترح الحكم الذاتي، فإسبانيا كانت تراهن دائماً على عدم حصول المغرب على السيادة الكاملة على أقاليمه الجنوبية لكي تبسط سيطرتها على ثروات المنطقة. لكن بعد اعتراف الولايات المتحدة وأكثر من 100 دولة عضو بالأمم المتحدة بمغربية الصحراء وإقرار قانون ترسيم الحدود البحرية في المغرب، أحست إسبانيا بالخطر وقامت بهذه الخطوة لكي تستطيع التفاوض مع المغرب على الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة من جهة، والحصول على بعض الامتيازات في ثروات جبل تروبيك من جهة أخرى. هذا ويعتزم المغرب الوصول إلى اتفاق نهائي وحاسم مع إسبانيا في أقرب وقت بخصوص الحدود البحرية، خاصة في المجال البحري الذي تتضارب فيه الحدود البحرية المغربية مع حدود جزر الكناري الإسبانية على الواجهة الأطلسية وعلى مقربة من الصحراء المغربية. وتحدثت تقارير إعلامية إسبانية أن المغرب يرغب في الوصول إلى اتفاق مع مدريد قبل الانتخابات التشريعية القادمة بإسبانيا في ظل وجود تقارب بين الحكومة الإسبانية الحالية والمغرب، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات فإن حل مشكل الحدود البحرية قد يطول لفترة أطول، وهو ما لا ترغب فيه المملكة المغربية. ووفق ذات المصادر فإن هناك مفاوضات جارية بين لجنة مغربية ونظيرتها الإسبانية، حيث يعملان على الوصول إلى اتفاق ثنائي بين البلدين دون الرجوع إلى الأمم المتحدة، خاصة أن إسبانيا تخشى الاحتكام إلى الأمم المتحدة بعد حصول المغرب على عضوية اللجنة العلمية الأممية المختصة في هذا المجال. جبل تروبيك وتحول المغرب لأكبر مصنع للسيارات الكهربائية في العالم. أشارت صحيفة أوكي دياريو الإسبانية إلى أن هناك أسباباً أخرى تدفع المغرب لترسيم حدوده البحرية مع إسبانيا وفرض سيطرته على الواجهة البحرية الأطلسية المقابلة للصحراء، ويتعلق الأمر بالاكتشافات المعلن عنها تحت البحر قبالة السواحل الأطلسية، وبالخصوص في منطقة تروبيك البحرية الغنية بالمعادن النادرة. ووفق ذات الصحيفة فإن المغرب لم يخفي عزمه في الفترة الأخيرة في أن يتحول إلى منصة عالمية كبيرة لصناعة السيارات الكهربائية وخاصة بطاريات هذا النوع من السيارات، وهو ما دفعه إلى البحث عن المصادر والمواد الخاصة بإنتاج تلك البطاريات التي تتطلب معادن مثل الكوبالت والتلوريوم، وهي كلها مواد تظهر الدراسات أنها تتواجد بكثافة في منطقة تروبيك التي تدخل عملياً ضمن النطاق البحري للصحراء المغربية. وأشارت أوكي دياريو أن معدن التلوريوم الموجود في المنطقة البحرية تروبيك
تشير الدراسات الأولية أنه كاف لإنتاج 277 مليون سيارة كهربائية، ناهيك عن المعادن النادرة التي تسخر بها المنطقة، مما يدفع المغرب إلى تسريع وتيرة ضم هذه المنطقة بشكل رسمي ضمن حدوده البحرية بعد الاتفاق مع إسبانيا، وتوضيح حدود جزر الكناري التي تبقى تابعة للسيادة الإسبانية. وبالرغم من عدم وجود اتفاق رسمي بين المغرب وإسبانيا بشأن الحدود البحرية إلى حدود الساعة، إلا أن المغرب، تقول الصحيفة الإسبانية، يتصرف على أساس أنه رسم حدوده البحرية بعد موافقة البرلمان المغربي على قانونين في هذا الإطار في السنوات الأخيرة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المغرب أعلن مؤخراً عبر وزير الصناعة والتجارة رياض مازور أن المغرب يصنع ما يقرب من 40,000 سيارة كهربائية سنوياً، وهو الرقم الذي يجب أن يتضاعف 3 أو 4 مرات، مشيراً إلى أن المنصة الصناعية المغربية للسيارات في طريقها إلى أن تصبح الأكثر تنافسية في العالم بفضل توفير الطاقة الخضراء التي ستكون أرخص من الطاقة الحالية ب30%. وللإجابة عن سؤالنا من سيفوز بجبل تروبيك، علينا أن ننتظر موعد انتهاء المفاوضات المغربية الإسبانية حول ترسيم الحدود البحرية، رغم أن حظوظ المغرب ستكون جد وافرة وموقفه أمام القانون الدولي أكثر وضوحاً. كيف ترى خطوة المغرب في التفاوض مع إسبانيا حول الحدود البحرية؟ وهل لإسبانيا الحق في المطالبة بثروات المنطقة؟ شاركونا آراءكم وأفكاركم في التعليقات. شكراً على المشاهدة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. في أمان الله.